ان شاء الله منتخبنا يخوض مباراه يوم الاحد القادم في تمام الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره. هتتلعب مباراة دور ال 16، لم يتحدد الطرف الثاني حتى الآن، ولكنه هيكون الأقرب، يعني واحد من بين المنتخبين، يا إما منتخب الكونغو أو منتخب المغرب. منتخب الكونغو أو منتخب المغرب، والاثنين مباراتين في غاية الصعوبة، خلي بال حضراتكم، بالرغم من التأهل ولكن حالة من الحزن الشديد اللي تعرض لها الحارس العملاق النجم الكبير كابتن محمد الشناوي. الحقيقة هنا هوجه كلامي لأحد اللاعبين القدامى اللي ما لعبش في النادي أو مشي من النادي الأهلي مطرود، وبيقول على محمد الشناوي إن هو هرب من هذه المباراة. يا جماعة الكلام ده عيب، الكلام ده ما يصحش. أنا هكلمك بالأدب، هكلمك بالاحترام، معرفش هتفهم الكلام اللي انا بقوله ده ولا مش هتفهمه، انا معرفش، ولكن انا هتكلم بالادب وبالاحترام. ما يصحش ان انت تقول مثل هذا الكلام على نجم كبير في منتخب مصر. انت بتتكلم على واحد من كباتن منتخب مصر، بتتكلم على كابتن النادي الاهلي. لو قلت الكلام ده على زيزو هطلع اقول نفس الكلام برضو، ان عيب عليك، ما تنفعش تقول الكلام ده يا اخي، عيب يا أخي. خلي الأمور ماشية بشكل جيد. الرياضة أخلاق، الرياضة أخلاق. اللي أنت بتقوله ده لا يصح أن يقال. محمد الشناوي هيغيب 3 أربع شهور عن المنتخب، مش هيلعب لنهاية البطولة. عن النادي الأهلي مش هيلعب لغاية آخر السنة أعتقد. يعني اللي بيتكلم ده عيب. انت بترمي ناس بالباطل يا اخي، عيب اللي انت بتقوله ده. انت بتتكلم وخلاص، يعني زي ما الناس اللي يعني البعض اللي اتكلم على صلاح برضو نفس الكلام. هو سمعه اللعيب دي حاجه كده بسيطه الواحد يتكلم عنها ويقول ان هو هرب و... يا, يا 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 كابتن، ده عنده ولاد وعنده أسرة وعنده بيت وعنده مشجعين، وهو محمد الشناوي مثل أعلى الناس كتيرة جدا. لما يسمعوك أنت، يعني أقول إيه بس، لما يسمعوك أنت ويعرفوا أن أنت كنت لعيب كورة للأسف الشديد بتقول هذا الكلام على لعيب زميلك، يا أخي انتقد الأداء زي ما أنت عايز. قول الشناوي ما بيعرفش يقف جون، قول الشناوي ما بيعرفش يعمل مش عارف، قول اللي أنت عايزه. على الرغم ان محدش هيصدقك، ولكن انا اللي استوقفني في هذا الامر ان انت بتتكلم عن سمعه لاعب. عيب عليك اللي انت بتقوله ده، خلي عندك ذره من الامور الجيده. ما يصحش الكلام ده يا جماعه، والله بجد احنا زمايل بينا وبين بعض، ما يصحش الكلام ده. انا بحاول ان انا انتقي الفاظي، ولو كنت قلت الكلام ده على زيزو نجم نادي الزمالك كنت هطلع اقول لك نفس الكلام. مش عشان الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي، ولكن ده نجم منتخب. يا اخي عيب ان انت تتكلم عن سمعه لاعب، عيب. ممكن يكون الشناوي دلوقتي غادر معسكر المنتخب لاجراء فحوصات تمهيدا لاجراء عمليه جراحيه، وان شاء الله يرجع لنا بالف سلامه. ممكن كل ده يكون بيحصل وواحد زي ده بيتكلم عن محمد الشناوي بيقول لك هربان من الماتش. انا ليه متنرفز؟ لانه ممكن الناس تقول لي يا اسلام ده 2-3 اللي بيتفرجوا عليه. طب ما هو ليه، ايه ذنب الشناوي في ان 2-3 يسمعوا كلام زي ده يخص سمعه الشناوي وسمعه منتخب مصر؟ عيب الكلام ده، عيب. احنا اكبر من الكلام ده. انتقد اداء زي ما انت عايز، قول اللي انت عايزه في الاداء، قول الشناوي وحش، قول الشناوي كويس، قول الشناوي اعظم جون، قول الشناوي اوحش جون، قول اللي انت عايزه، ولكن ان انت تتكلم عن سمعه لاعب يا اخي عيب عليكم، عيب عليكم الكلام ده. ارحمونا من هذا الكلام ومن هذه الفتن، مثل هؤلاء الاشخاص اللي للاسف الشديد بينتموا لعالم الرياضه هم اللي بيسببوا هذا الكلام، هم اللي بيسببوا هذه الفتن، لان هم بعض مثيري، انا هسميهم كده بعض مثيري الفتن.
خطر، الناس دي خطر يا جماعة، الناس دي خطر. ان يطلع واحد يعني لعب كرة بس لعب راجل مغمور يعني محدش يعرفه، يتكلم عن الشناوي بهذا الشكل او على غير الشن، على واحد من نجوم المنتخب اي حد منهم، ها، ويطلع يتكلم بهذا الشكل. انت المفروض ما تظهرش في التلفزيون، كفاية هبد بقى يا اخي، كفاية هبد، وكفاية اللي انتوا بتقعدوا تعملوه وتقولوه طول النهار. اتمنى ان مثل هذه او مثل هؤلاء الاشخاص محدش يبص لهم.